Freddy the Creeper. طبعا من كام يوم اعلان جيبرز كريبرز الجزء الرابع اخيرا نزل، ولكن للاسف لما شفت الاعلان اتضايقت جدا. برغم ان الاعلان عجبني لكن ما كانش تكمله للقصه اللي حصلت في الجزء الثاني او التالت، وخرج بره الموضوع خالص. لكن ما عنديش مشكله ان اشوف جيبرز كريبرز بشكل جديد وشكل مختلف، لكن كان نفسي جدا انهم يكملوا القصه لان الموضوع ده كان هيفرق جامد. عموما انا حبيت اجمع التلات اجزاء بتوع جيبرز كريبرز عشان تتفرج عليهم لو انت ناسي الاحداث بتاعت التلات اجزاء ولا حاجه، وعشان برضو تفتكر مين هو جيبرز كريبرز وبيعمل ايه بالظبط، ولو انت ما تعرفش خالص فانت فايتك كتير. شجز؟ طب يلا بينا، بس قبل ما نبدا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان عايزين نوصل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه، وعشان في مفاجاه كبيره جدا ما حضرها لكم. يلا بينا. بيبدا فيلمنا بداري واخته تريشا وهم مسافرين بعربيتهم مع بعض عشان يروحوا يقضوا اجازه الربيع سوا، وبيفضل داري يرخم على تريش ويهزر معاها طول الطريق لحد ما بيقطع هزارهم عربيه غريبه مصفحه ماشيه بسرعه وكانت هتخبطهم، وباين من طريقه السواقه ان اللي سايق مش شايف او مش عارف يسوق اصلا، وبيقدر داري يتفاداه وبيفضل خايف هو واخته، وبيفتكروا اتنين ماتوا على نفس الطريق من 23 سنه. وبعدها بيرجع تاني داري يرخم على اخته عشان يعدي الموقف اللي حصل، وبيقفوا يريحوا شويه على الطريق من السفر، وبتقوم خناقه تانيه بينهم على اخر شويه ميه وعلى مين اللي شربهم، فبيلاقي داري شويه ميه صغيرين فبيروح شاربهم، وبكده وما معهمش ميه تاني، وبيرجعوا يكملوا طريقهم تاني بس بيشوفوا نفس العربيه واقفه على الطريق قدام البيت، وفي واحد شكله غريب بينزل من العربيه حاجات ملفوفه في قماش ابيض وعليها نقط دم وبيرميهم في ماسوره، والراجل الغريب ده بيشوف داري واخته هما معديين من قدام بيته، فتريش وداري بيخافوا وبيتوتروا جدا وبيطلعوا يجروا بالعربيه، وبيدور تريش في العربيه على تليفون وبتلاقيه بس بيكون فاصل شحن، والراجل الغريب بيركب عربيته تاني وبيطلع وراهم، وبيفضل يطارد فيهم بالعربيه على الطريق وبيجري وراهم بسرعه مجنونه جدا، وبيخبط فيهم اكتر من مره بالعربيه لحد لما بيقدر داري ان هو يتفاداه وبيكسر الطريق وبيدخل يمين، وبيستخبوا منه في الاراضي وهو بيكمل في طريقه زي ما يكون مش شايفهم، وبينزلوا العربيه وبيحاولوا يصلحوا شنطه العربيه بعد ما باظت، وبعد ما داري بيخلصها بيحاول يقنع اخته انه يرجع مره تانيه للبيت عشان ينقذ الناس اللي اترموا في الماسوره، وان ممكن يكون لسه في واحد عايش ومحتاج مساعده، فاخته بترفض جدا في الاول، وبعد نقاش طويل بيقدر يقنعها وبيروحوا فعلا البيت، وبيلاقوا غربان كتير جدا حوالين البيت، وبيكتشفوا ان البيت ده اصلا كنيسه قديمه، وبيروح عند الماسوره وبتكون ضلمه جدا وريحتها بتكون بشعه، وبيطلب داري من اخته يجيب كشاف، وهو بيفضل ينادي على اي حد موجود على امل انه يرد عليه، بس طبعا مفيش حد بيرد، وبيحس داري ان في حركه غريبه جوه الماسوره، وبيقرر انه يدخل جوه الماسوره بنفسه ويشوف في ايه، وبتحاول تمنعه اخته اكتر من مره، بس هو بيكون عنيد جدا، وبرضه بيدخل وبيخليها تمسكه من رجله عشان ما يقعش جوه الماسوره، وبيعرفه انه بس عايز يشوف في حد عايش ولا لا من مسافه قريبه شويه، وبيظهر قدامه في الماسوره فار، وبيفضل يمشي على جسمه، فداري بيفضل يتحرك ويصوت كتير جدا، لحد لما بيفلت من ايد اخته اللي كانت ماسكاه، وبيقع جوه الماسوره على الارض، وبتفضل تريش تنادي عليه. بس هو طبعا ما بيردش عليها وبتكون خايفه جدا على اخوها، بس هو بيقوم وبيطمنها عليه وبيرد عليها، وبيبص جنبه بيلاقي جثه ملفوفه في قماش وبتتحرك، ففضوله بيخليه يقرب منها اكتر عشان يشوف في ايه ده، والجثه بتمسك داري من رجله وداري بيخاف جدا، وبعد ما بيهدى بيروح يكشف وش الجثه فبيلاقيها ولد ومش قادر يتكلم، وبيشاور له على بطنه وداري بيساعده وبيكشف بطنه بيلاقيها متخيطه كلها بطريقه بشعه جدا. الولد بيحاول يتكلم معاه بس ما بيكونش قادر يتكلم، وداري بيحاول يفهم هو عايز يقول ايه، بس الولد بيموت، فبيفضل داري يبص حواليه وبيلاقي جثث كتير جدا ميته، وبيكون مش فاهم اي حاجه ومش فاهم سبب وجودهم هناك كده، فبيروح يكلم اخته ويقول لها ان هم لازم يمشوا من المكان ده باسرع وقت، وبيطلب منها انها تفضل واقفه على الطريق تستنى اي حد يعدي وتطلب منه المساعده لحد ما هو يحاول يطلع من المكان ده باي طريقه، وبيقول لها لو لقيت العربيه الغريبه جايه تاني تيجي هنا عند الماسوره وتصرخي باعلى صوت وتنادي عليا، وبتستغرب تريش في الاول بس بتوافق وبتروح تعمل اللي هو طلبه منها، وبيفضل داري يدور على طريق يخرج بيه من الماسوره دي، بس طول ما هو ماشي بيفضل يشوف حاجات غريبه وجثث مرميه في كل مكان ومتعلقه على الحيطه وفي السقف كمان، وبعد محاولات بيقدر داري انه يطلع من الماسوره، وبيروح عند اخته في العربيه وبيخبط عليها وبيكون خايف جدا ومصدوم ومش قادر يتكلم، وتريش بتاخده وبيمشوا بالعربيه، وبتفضل تريش تحاول تتكلم معاه طول الطريق بس هو ما بيتكلمش، ولما بيتكلم بيكون بيقول كلام مش مفهوم، فبتضطر انها تقف على الطريق لان العربيه بتخلص بنزين، وبيقفوا في محطه بنزين، واول ما بينزلوا من العربيه بيلاقوا عربيه الراجل الغريب دي معديه من وراهم على الطريق، وبيتراقبوا هما الاثنين وبياخدوا نفسهم وبيدخلوا جوه الكافيتيريا اللي موجوده في البنزينه، واول ما بيدخلوا الكافيتيريا بيطلبوا التليفون وبيكونوا متوترين جدا، بس كل الناس اللي قاعده في الكافيتيريا بتكون هاديه ومفيش حد معبرهم،
فبتقعد تريش تحاول انها تفوق في داري عشان يقدر يتكلم مع الشرطة، وفجأة بيرن التليفون وهم واقفين جنبه وبيخافوا جدا، وبتروح تريش ترد على التليفون وبتكون واحدة ست بتتكلم بطريقة غريبة، فبياخد داري التليفون وبتحكي الست لداري كل حاجة هو شافها جوه الماسورة وفي الكنيسة القديمة كمان، وبتحذره من الكائن ده وبتقوله انه كائن شيطاني ومحدش عارف هو عاوز ايه بالظبط، عايز ياكل الناس ولا يقتلهم، ولو عايز يعمل ده او ده ايه السبب، وبتسمعها أغنية وبتقول الأغنية دي مهمة جدا ليك، بس هي ما كانتش عارفة السبب برضه، وإن الكائن ده بيفضل يدور على الضحية بتاعته ومش بيسكت غير لما بيصلها، وبيخاف داري أكتر وبيقفل السكة في وشها. وبتيجي الشرطة فعلا بعد شوية، وبيكون داري قاعد بيتكلم مع أخته على المكالمة الغريبة، وبيعرفها إن الست اللي اتكلمت قالت تقريبا كل حاجة هو شافها، وبيكون باين على تريش إن هي مش مصدقاه ولا عايزة تصدق، وبتعصب جدا داري عليها، وبتيجي الشرطة عشان تتكلم معاه، وبيفضل داري يحاول يقنعهم بالحاجات اللي هو شافها، وبيقول لهم إن هناك أكتر من 500 جثة ملزوقة على الحيطة وميتة، وفجأة بيقطع كلامهم صاحبة الكافيتيريا وبتقول له إن هم شافوا راجل غريب واقف بره عند عربيتهم، وبيطلع الهدوم اللي فيها وقعد يشم فيها بطريقة غريبة جدا وكان شكله مريب، وبتطلع الشرطة وداري وأخته وبيطلعوا معاهم، وبيشوف إن فيه هدوم مرمية على الأرض فعلا، وبيخاف داري وبيفضل يقول لهم أتمنى تكونوا صدقتوني دلوقتي وعرفتوا إن أنا مش كذاب ولا مجنون، وبينادي على الظابط وبيقول له في بصمات على الباب لو حابب تيجي تشوفها، وبعد كده بيروح الظابط وداري وأخته على الكنيسة، وهما في الطريق بيظهر الوحش فوق عربية الشرطة، فبتطلع الشرطية عشان تبص من الشباك تشوف في ايه، بس الوحش بياخدها وبيقتلها، وبعد كده بيطلع راس الشرطي وبيقطعها وبيرمي جزء منها على عربية داري وبيترعبه وبيوقف العربية، وبتروح تعيش عند عربية الشرطة، وداري بيشوف الدم على عربيته وبينادي على اخته لحد لما بتشوف حد بيتحرك جوه عربية الشرطة، وبتخاف وبترجع عند اخوها وبتركب العربية، وبينزل الوحش من العربية وبيكون ماسك راس الضابط وبيحاول يطلع لسانه ببقه، وبيعرف يعمل كده فعلا، وبيفضل يشد لسان الضابط من راسه المقطوع ببقه لحد لما بيطلع لسانه خالص، وداري وتريش كانوا شايفين كل الكلام ده وكانوا مرعوبين جدا، وبتحركوا بالعربية بتاعتهم بسرعة، وبتفضل تسوق تريش بسرعة مجنونة لحد لما داري بيخاف وبيقول لها تهدي شوية وانه مش عايز يموت، وبقرر انها تقف العربية عند بيت موجود على الطريق وتنزل تطلب مساعدة وتطلب التليفون عشان تكلم الشرطة، بس بتلاقي ست عجوزة شكلها غريب قاعدة في بيت كله قطط، وبيقطع كلامهم الوحش لما بيدخل البيت عند الست العجوزة، والست بتحاول ان هي تضربه بالنار بس مفيش رصاص بيأثر فيه، وبيدخل البيت وبيقدر يموت الست. بعدها داري وتريش بياخدوا العربية وبيهربوا، فبيطاردهم فبيقفوا مرة واحدة بالعربية وبيلوف بعيد عمال يتمشى في مكانه كأنه مستني حاجة وكأنه مش شايفهم قدامه أصلا ومستني يسمع صوتهم أو حاجة، بس هما ما كانوش فاهمين حاجة زي كده. المهم داري بيقرر ان هو يدوسه بالعربية، فتريش بتوافقوا على الكلام ده وبيحاولوا يدوسوا بالعربية مرة والتانية ولكن ما عرفوش، ولكن في الآخر بينجحوا وبيدوسوا بالعربية فعلا، وبيفتكر ان هو كده خلاص مات، بس فجأة بيطلع له جناح وبيحاول يطير ويقوم، وبيخاف داري واخته جدا وبيطلب منها انها تمشي بسرعة وتشغل تريش العربية فعلا، وبتدوس عليه مرة تانية، وبيروح على مركز الشرطة وبيكلموا اهلهم، وبتدخل عليهم فجأة واحدة ست، الست دي بتكون عرافة وبتكون هي اللي كلمت داري في التليفون في الكافيتيريا، وبتقعد تتكلم معاه في قسم الشرطة وبتحاول تحذره، وبتعرفه ان الكائن ده بيدور على حاجات عاوز ياكلها معينة في الناس، وان هو بيكمل جسمه منهم، وكمان بتعرفه ان هو بيظهر كل 23 ربيع لمدة 23 يوم وبيهاجم الناس وبياكل منهم اجزاء معينة وبيختارهم عن طريق الشم، يعني هو بيظهر كل 23 سنة بيفضل موجود لحد 23 يوم عشان ياخد أجزاء من الناس عشان يكمل نفسه. وبتعرف تريش انها داست عليه بالعربية كتير جدا بس ما ماتش، وبتقول لها ان السبب انه اكيد اكل قلوب ناس كتير جدا عشان كده قادر ان هو يعيش، وبيكون كمان لسه مستمر في الاكل، وانه هيجي في اي وقت عشان يدور على حاجة اللي ناقصاه وياخدها. وفعلا لسه مخلصوش كلامهم بيلاقوه ظهر وبينزل من العربية ورجله بتكون مكسورة، وبيدخل قسم الشرطة بيقفل النور وبيفضل ياكل ويهكم على كل الناس اللي هناك، وبيفضل يقتل فيهم وياكلهم عشان يكمل اعضائه اللي اتكسرت بسبب تريش. فقسم الشرطة كله بيتجمعوا وبيحاولوا انهم يموتوه، بس الرصاص ما بقاش يأثر فيه ولا اي حاجة مؤثرة فيه خالص، وبتاخد العرافة داري واخته وبتحاول تهرب بيهم لحد ما بتوصل لحيطة سد وبتبقى مش عارفة توديهم فين، وبيكون الوحش قرب يدخل عليهم وبتقول لهم العرافة يهربوا وهي بتفضل، والوحش بيدخل عليها وبيفضل يشم فيها شوية لحد ما بيلاقي انها مش هتنفعه وبيسيبها وبيمشي، وبيقدر يدخل الوحش عند داري واخته في الاوضه اللي هما محبوسين فيها وبيفضل يشم في داري وتريش عشان يعرف يحدد مين هي فريسته، وبعد شويه بيرمي تريش وبياخد داري، وقبل ما يمشي بيه بيدخل عليهم رجال الشرطه وبتحاول تريش تقنع الوحش انه يسيب اخوها وياخدها مكانها،
والوحش بيفضل يفكر شوية بس برضه بياخد داري وبيطير بيه، وبتفضل تريش تنادي على أخوها ومبتعرفش توصله، والوحش بيكون غير مكانه بعد ما الشرطة عرفت مكان الكنيسة وبياخد فيه داري وكمان بياخد فيه كل الجثث بتاعته. وبنشوف الوحش وهو قاعد في المكان الجديد هو وداري، بس داري دماغه بتكون مقسومة نصين وعيونه مش في مكانها ومتشالة، وبيظهر الوحش وبنشوف عين داري متركبة مكان عين الوحش، وبيكون كده قدر انه يشوف بسبب عين داري. فبنفهم بكده ان طول الفيلم الوحش ده ما كانش بيشوف، وده بيفسر طريقة السواقة المجنونة بتاعته. بيبدأ فيلمنا بعد انتهاء احداث الجزء الاول ب 23 سنة و 22 يوم، وبيكون كده الوحش ظهر بقاله 22 يوم، وده يومه الاخير اليوم ال 23، وفي اليوم ده بيدور فيه على اكبر عدد ممكن من الناس عشان ياكلهم. وبنشوف بيلي وهو في المزرعة وبيربط الفزاعات، وابوه واخوه بيكونوا شغالين في المزرعة وكل واحد مشغول في حاجة، وفجأة الكلب بتاعهم بيفضل ينبح على حاجة هما مش شايفينها، ففي حاجة بتتحرك ورا بيلي والطيور كلها بتطير من مكانها، وبيلف يشوف في ايه، فبيلاقي واحدة من الفزاعات شكلها غريب، فبيقرب منها وبيلاقي عليها وحش وبيخاف وبيجري، وبيفضل ينادي على اخوه جاكي وهو خايف، والوحش بيطرده لحد ما بيقدر يمسكه، وبيلي بيحاول يستغيث بأي حد وبيصوت لحد ما ابوه واخوه بيسمعوه، وبيطلعوا جري في اتجاه الصوت، والوحش بيفضل يجرجر فيه في الارض، وبعد كده بياخده وبيطير وبيختفي، وابوه واخوه بيقفوا مصدومين جدا. وبعدها بنروح لباص في مجموعة من الطلاب وهم راجعين من بطولة، وفجأة الباص بيعطل وبينزل المشرف والكابتن والسواق يشوفوا في ايه، وبيلاقوا عجلة الباص مقطوعة بحاجة حادة جدا وشكلها غريب. والطلاب في الوقت ده بيكونوا بيسمعوا في الراديو عن حادثة الكنيسة والحريق اللي مستمر من 4 ايام، وانهم طلعوا اكتر من 500 جثة من جوه الكنيسة، ومعظمهم كان متعلق في الحيطة والسقف بشكل غريب، واكتشفوا ان الجثث دي موجودة من 200 سنة، وطبعا الجثث دي كلها اللي قتلهم الوحش من اكتر من 200 سنة في كل مرة بيظهر فيها في كل 23 سنة، لان كل 23 سنة بيفضل 23 يوم يقتل في الناس دي، وطبعا العدد كان كبير جدا لدرجة انه قتل اكتر من 500 جثة في 200 سنة بس. ومشرفته الباص بتحاول تطلب المساعدة من اللاسلكي، بس مفيش اشارة على الطريق، وبينزلوا العربية استريحوا شوية من الطريق، بس في واحد فيهم بيهجم عليه شوية غربان بتقعوا في الارض، وبعد شوية بيقدروا يبدلوا عجلة الباص وبيمشوا. وبنروح للمزرعة وجاك والكلب بيكونوا بيدوروا على اي حاجة تدلهم على الوحش، وبيلاقوا خنجر وبيجري بيه على ابوه، واول ما بيمسك الخنجر بيطير من ايده وبيقبض في الاباجوره، وبيروح الاب يجهز اسلحه ومعدات عشان ينتقم لموت ابنه بيلي ويقتل الوحش المخيف ده. وبيجي الليل وبنروح للاتوبيس وبنلاقي في واحده اسمها مينكسي بتحلم بداري وهو بيشاور لها انهم ماشيين في الطريق الغلط وانهم لازم يرجعوا من الطريق ده، وكمان بتشوف بيلي اللي مات في اول الفيلم هو بيحذرها من الطريق اللي هم ماشيين فيه، وبتشوف شخص غريب بيجري في اتجاههم، وبتصحى من الحلم فعلا عن انفجار عجله العربيه لتاني مره، وبيقفوا تاني في نص الطريق بس المره دي بالليل، وبينزلوا كلهم العربيه، والمشرفه بتشوف نفس الاداء الحاده اللي طلعتها المره اللي فاتت، وبتخاف على الطلاب جدا وبتطلب منهم يبعدوا كلهم عن الطريق. وبيروح الكابتن يحط على الطريق شعلات مضيئه، وفجاه الكابتن بيتسحب لفوق وبتقع الشعلات على الارض، وبيخاف الطلاب وبينادوا عليه، بس بتيجي مشرفه الرحله والكابتن التاني، وبيرجع الطلاب جوه الباص تاني، وبتكمل المشرفه رص الشعلات على الطريق عشان اي حد يشوفهم يعرف انهم محتاجين مساعده، بس فجأة هي كمان بتطير لفوق، وبيشوفها الطلاب وبيستغربوا جدا وبيقولوا ازاي انسان بيطير، وبيتخانق الطلاب مع بعض وبيتخانق الكابتن معاهم عشان يسكتهم، بس بيجي الوحش وبيسحب الكابتن من قدامهم وبيحاول يمسكوا فيه، بس للأسف مش بيعرفوا، وبياخدوا الوحش وبيترعبوا جدا وبيقفلوا الشبابيك والابواب، وبيقول سكوت لحبيبته ان الوحش عنده جناحات كبيره جدا وشكلها غريب. وبنروح عند ابو بيلي وهو قاعد قدام الراديو مستني اي حد يطلب المساعده او يسمع اي بلاغ ان في حاله قتل او اي حاجه عشان يوصل للوحش، وبيحاول سكوت يقنع زميله انهم يخرجوا من الباص ويروحوا لاي مكان تاني امن، وبيتخانق الطلاب تاني، وبتدخل حبيبه سكوت وبتعرفهم انهم لازم يتعاونوا سوا كفريق واحد عشان يعيشوا. وبتشوف مينكسي الوحش عند الشباك واقف بيتفرج عليهم وبتخاف وبترجع لورا، وبيفضل الوحش يبص لهم من الازاز بشكل مرعب جدا وكانوا خايفين، وبيفضل يركز معاهم وبيشوفهم واقفين وبيشاور لواحد منهم انه يبعد، فبيبعد فعلا، وبيشاور للي بعدين انه يبعد فبيبعد هو كمان، ويركز على اخر واحد وبيفضل باصص له قوي، وبنفهم ان هو عايز يقتله زي ما عمل مع داري عشان عايز منه حاجه معينه. وبيخاف الطلاب جدا من اللي هو بيعمله، وبيفضل يكسر في الباص ويحاول يخش لكنه للاسف ما كانش عارف، وفجاه مينكسي بيغمى عليها وبتحلم بداري وبيقول لها ان الوحش ده موجود عشان ياكل، وان النهارده اخر ليله ليه، وانه بيظهر كل 23 سنه. وبعدها بيظهر داري قدامها هو من غير عيون، فبتفوق بعدها وبتعرفهم اللي حلمت بيه، بس نصهم بيصدقوا ونصهم لا،
وبيروح واحد فيهم يتكلم في اللاسلكي وبيطلب المساعده، واخيرا بيلاقي حد يرد عليه وبيكون ابو بيلي، وبيعرفهم انهم محبوسين في الباص، وبيقول لهم ابو بيلي ان هو بينه وبينهم ساعه واحده بس، وانه هيجي ينقذهم وهيكلم الشرطه كمان. فبيفرحوا جدا وبيفكروا ان هم كده خلاص فلتوا من الوحش، ولكن فجأة هم واقفين فرحانين الوحش بيدخل ايده من السقف بتاع الباص وبيسحب واحد منهم وبيحاولوا يطلعوا من الباص، بس بقيت زمايله بيحاولوا ينقذوه وبيفضلوا يسحبوا فيه وبيكونش قادرين ان هم يسحبوا من ايده الوحش، بس حبيب سكوت بيضرب الوحش برمح في دماغه وفي ايده اكتر من مرة لحد لما الرمح رشى في دماغه، والوحش بيحاول يطلع الرمح من دماغه بس مش بيعرف، لحد لما بيقوم قاسم حتة من دماغه وبيرميها وبيطير وبيختفي، وفجأة بيقع فوق الباص بكل قوته وبيدمر الباص وبيحاول يفتحوا الباب بس مش بيعرفوا، وبيكون كل ابواب الباص عطلت، وبيكون دي خطة الوحش عشان يحبسهم في الباص. وفجأة جناح الوحش بيقسم الطلاب لجزئين، فبيرفع واحد من الطلاب الجناح عشان الطلاب يعدوا الناحية التانية وكلهم يبقوا في جنب واحد، فواحد منهم هو بيعدي بيمسك جناح الوحش وبيفضل يتريق عليه، والوحش بيلف جناحه عليه وبيقنع الولد ده، والطلاب بيحاولوا يشدوا صاحبهم بس ما بيعرفوش، والوحش بيفضل يشد قصادهم لحد لما بيسيب لهم جسمه وبياخد راسه، وطبعا دول كلهم بينهاروا. وبتطلع واحده منهم تبص من فتحه الباص وبتلاقي الوحش بيغير راسه براس الطالب اللي خدها، وبينجح سكوت في انه يفتح الباب، وبعد كده بيتكلم وبيقول لهم ان هو عايز يخرج الطلاب اللي الوحش اختارهم، لان كده كده الوحش هياكلهم كلهم، فالاحسن انهم يدوله اللي هو عاوزه عشان يخلصوا منه. فبيتخانق مع الطلاب لانه انان جدا وبيحبش غير نفسه، وواحد منهم بيقول ان هو كمان اختارك وقعد يبص لك معانا واحنا شفناك، فلازم تحط نفسك في الكامه معانا اللي بتضحي بيها عشان الباقي يعيش. وبعد كده بيتفقوا انهم كلهم ينزلوا يدوروا على المزرعه عشان يحموا نفسهم ويستخبوا فيها، وحبيب سكوت بيتخانق معاه بسبب الحركه اللي عملها في الاتوبيس وبتسيبه وتمشي، وبينزل كل الطلاب من الباص وسكوب بيجري وراهم عشان يصالحهم، بس الوحش بيظهر في السماء تاني وهو بيطير حواليهم وبيخافوا جدا وبيحاولوا يرجعوا للباص، بس بيكون في هناك ولد ما بيرضاش يفتح لهم وبيكونوا مجبورين انهم يجروا على الطريق ويهربوا من الوحش ده في اسرع وقت. وطبعا الوحش بيصطاد ناس كتير جدا بالادوات الحاده اللي معاه، والوحش بيصطاد سكوت هو كمان وبيضرب سكينه اللي بترشق في ايده وبتمسك في الشجره، وبيحاول بيتر وحبيبته انهم يساعدوه، وبعد ما بينقذوا الوحش بيجي وبياخد سكوت وبيطير بيه. فمينكسي وهي بتهرب بيشوفها ابو بيلي وبيعرف انها من طلاب الباص، وبيطلب منها تركب معاه وتوصله ليهم، وبتقول له ان مفيش حد في الباص وان الوحش مفيش حد هيقدر عليه. وبيرجع بوكي الباص وبيلاقي الولد فتح الباب لحبيبته ومرضيش يفتح لهم، وبيظهر فجأة الوحش وبيحاول يسحب بوكي من الباص بس مش بيعرف بسبب ابو بيلي اللي بيكون اخيرا وصل لهم، وبيضرب ابو بيلي الوحش بالسهم في قلبه وبيكون فرحان جدا وبيفكر ان هو كده خلاص عرف يموته، بس الوحش بيمسك الحبل اللي في العربية وبيبقى عاوز يقلبهم بالعربية، وبيفضل يشد الحبل ويحرك العربية من مكانها، وبيحاول ابو بيلي يسحب السهم من قلب الوحش بس الوحش بيكون شال السهم من قلبه، وبيتفاجئ ابو بيلي ان الوحش بيوجه السهم ناحيتهم وبيرميه عليهم بقوه جدا، وبيجروا كلهم من العربيه بس جاكي ما بيلحقش ينزل وبيوطي والسهم بيتضرب في الجاكيت بتاعه، هو بيكون خايف عليه جدا ومتوتر بس بيطمن عليه وبيعرف ان هو لسه عايش، والوحش بيطير حواليهم وبيبقى عاوز يقلب الباص عليهم، بس ابو بيلي بيجهز السهم قبل ما الوحش يقرب من الباص، وفعلا بيقدر انه يضرب الوحش قبل ما يقلب الباص، بس الوحش بيقوم وبيكسر سطح الباص نصين وبيقلبه، وبيقدر الوحش انه يقلب العربيه بتاعه جاكي وابوه هما كمان. وبنروح عند حبيبه سكوت وصاحبه وبيكون معاهم واحد صاحبهم تالت، وبيدوروا على اي مكان يستخبوا فيه من الوحش، وبيلاقوا عربيه على الطريق وبيركبوا العربيه، بس قبل ما يتحركوا بيها الوحش بيظهر وبيوصل لهم، وبيركبوا هما الثلاثه بس واحد فيهم بيكون في صندوق العربيه وبيطلب من صاحبه يسوق بسرعه قبل ما الوحش يوصل له، وفعلا بيسوق بسرعه جدا بس الوحش بيكون سرعته متساويه مع العربيه، وبيعمل مع صاحبه خطه وبيرمي البنت اللي معاهم من العربيه وهي ماشيه، وبيطلب من صاحبه انه ينام في صندوق العربيه، وبعدها بيقلب العربيه وبيخلي الوحش يتخبط في الشجره ويتشقلب معاهم في العربيه، وكلهم بيتصابوا حتى الوحش بيتصاب ورجله بتتكسر والعربيه بتنفجر، وبيفوق الولد اللي كان على سقف العربيه وبيلاقي نفسه جنب الوحش وبيحاول يستخبى منه، بس الوحش بيشم ريحته وبيحاول يوصل له وبيفضل يتنطط لحد لما يوصل للولد فعلا، وبيكون خلاص على وشك انه ياكله بس بيلحقوا ابو بيلي وبيضرب الوحش تاني بالسهم، بس المره دي الوحش بيكون اضعف وبيتصاب، وابو بيلي بيروح عنده وبيفضل يضرب في الوحش بالسهم في قلبه كتير جدا لحد ما الوحش بينكمش وبيفكر ان هو كده مات، وبيقول مينكسي انه لسه عايش وهيرجع تاني بعد 23 سنه لمده 23 يوم، وان وقته كده خلص عشان كده انكمش
مش عشان السهم قتله، وبيضربوا ابو بيلي تاني وبيقول لها ان هو كده بالنسبه لي ميت، وبيمشي كلهم. وبعد 23 سنه بيظهر ابو بيلي وجاك اخوه بعد ما كبروا في السن، وهم رايحين ليهم ناس بيدفعوا فلوس عشان يشوفوا الوحش ويعرفوا قصته، وبيكون عامله ان الوحش بزار وبيكسبوا منه فلوس. وبعد ما بيدخلوا تلاتة عشان يشوفوا الوحش بيكون رجع تاني واكتمل تاني. وبعد ما بيشوف الوحش بيلاقوا ابو بيلي وبيساله هو ليه قاعد جنب الاسلحه وواخد وضع استعداد اكن في حاجه هتحصل، وبيعرفهم ان لسه ناقص 3 ايام ويرجع تاني لمده 23 يوم. بتبدا احداث الفيلم بواحد بيجري من الوحش ومعاه سكينه على اساس انه يدافع بيها عن نفسه من الوحش، وبيفضل يجري في الغابه بالليل وبيقابل عربيه وبيحاول يستنجد بيها، بس الوحش بيظهر وبياخده وبيطير لفوق، وبينزل صاحب العربيه وهو مصدوم وبيدور على الراجل بس مش بيلاقيه، وفجأة بيقع من السما السكينة اللي كانت مع الراجل، وكف ايد الوحش بتقع هي كمان من السما لان هو قطع له بالسكينة. وطبعا زي ما احنا عارفين الوحش بيظهر كل 23 سنة لمدة 23 يوم، وبيظهر عشان يتغذى وياكل البشر. وبنروح لمجموعة من الشرطة وهما متجمعين عند عربية الوحش، وطبعا العربية بتكون فيها جثث كتير جدا لان الوحش بينقل كل الجثث اللي بيخلص عليها بالعربية دي. وواحد من رجالة الشرطة بيسند على العربية وهو بيتكلم، وفجأة بيطلع حديد وبيقفل على دراعه وبيصرخ الشرطي وبيساعده زمايله، وبتصاب الشرطي في كتفه اصابة خفيفة. وطبعا ده بيكون فخ الوحش عامله في العربية عشان ما فيش حد يعرف يدخل ياخد الجثث. وبيوصل المحقق مايك واللي بيكون متابع قضية الوحش من زمان جدا وبيتابعه وعارف هو بيعمل ايه كويس، من الاخر كده خبير في قضايا الوحش ده وعارف كل طرقه. وبيطلب الشرطي من مايك انهم ينقلوا عربيه الوحش على قسم الشرطه، وبيتكلم مايك معاه، وفجاه بيخرج من عربيه خنجر متوصل في حبل في اتجاه مايك، وده بيكون فخ تاني بس الخنجر بيسيب طاقيه المحقق مايك. وبيروح الشرطي تاني عند مايك وبيطلب انهم ينقلوا العربيه، بس مايك بيعرفه ان العربيه مش هتوصل قسم الشرطه بسبب ان الوحش هيكون خدها منهم هما في الطريق ده لو عرفوا يركبوها اصلا، وبيتعصب على الشرطي بسبب اصراره على نقل العربيه، بس الشرطي مش بيسمع كلامه وبيطلب ينقل العربيه. واثناء نقلهم العربيه بيظهر الوحش وبياخد العربيه من الاثنين اللي بينقلوها وبينزلها وبيمشي بيها، بس بنعرف ان العربيه بتمشي لوحدها وان الوحش كان واقف فوقها وبيكون واقف بيتفرج عليهم. وبتروح الشرطيه تكلم مركز الشرطه عشان تعرفهم باللي حصل، بس مفيش حد بيرد عليها. وفي نفس الوقت بيرجع الوحش تاني عشان ياخد الشرطي زميلها، ولما بتحاول تدافع الشرطيه عن زميلها بيحذرها الوحش من انها تضرب عليه نار، وبتخاف فعلا ومش بتضرب عليه نار. وبنروح تاني يوم الصبح عند ست عجوزه وبتكون زعلانه على ابنها اللي الوحش اكله، وبنعرف انه اللي ظهر في اول الفيلم وان ايد الوحش اللي وقعت في اول الفيلم هي وابنها التاني اخدوها ودفنوها، وان الست مستنيه الوحش يرجع عشان ياخد ايده وبعدها تموته، بس ابنها بيكون مش موافق وخايف لا يتقتله فبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتروح الجده جلين عشان تتكلم مع حفيدتها، وبنعرف انهم مفلسين ومفيش معاهم فلوس وعليهم ديون كتير جدا. وبنروح عند المحقق مايك وهو بيتخانق مع الضابط ديفيدز بسبب الوحش لانه خايف يواجهه، وبيكون المحقق مايك جهز سلاح كبير عشان يموت الوحش. وبتروح ادي تجيب قش وبتعدي على صاحبتها، وبنشوف اخوها اللي بيكون قاسي جدا مع الحيوانات وهو رايح يصطاد مع اصحابه في الغابه، وهم ماشيين بيشوفوا عربيه الوحش قدامهم وبيقفوا بيشوفوا عربيه مين. وبرغم انهم هم الاربعه عارفين قصه الوحش اللي بيظهر كل 23 سنه الا انهم ما كانوش عارفين ده عربيه الوحش، لكن كيرك بيقول ان العربيه دي شبه عربيه الوحش فعلا، وفي منهم بيقول انه مش حقيقه، وبيحصل بينهم جدال خفيف. وبيقرروا يفتحوا العربيه ويشوفوا جواها ايه، وفعلا بيحاولوا يفتحوها بس مش بيعرفوا، وبياخدوا بالهم ان في غراب فوقهم وفي واحد فيهم بيخاف وبيبقى عاوز يمشي بس بيوقفوا صاحبه. وفجأة باب العربية بيفتح لوحده وبيشوفوا كمية الجثث اللي جوه وبيخافوا جدا. ولما بيقربوا من العربية الفخ بيظهر وبيقف، بس مفيش حد بيحصل له حاجة، وبياخد الموتوسيكلات وبيمشوا بيها جري، بس بيطلع الخنجر وبيصطاد كيرك وهو ماشي بالموتوسيكل من مسافة كبيرة جدا، واصحابه بيحاولوا يطلعوا الخنجر من رجله بس مش بيعرفوا، والحبل بيسحبوا لحد العربية، وريد صاحبهم بيخاف وبيهرب، بس بعدها بيظهر الوحش وبيهجم عليهم كلهم وبيموتهم، حتى ريد صاحبهم الخنزير اللي هرب وسابهم، اصطاده هو كمان. وبنروح عند الجدة جلين تاني وهي بتحفر في الأرض وبتطلع كف الوحش، ولما بتطلعه بيكون بيتحرك، والكف بيمسك في ايديها وبتبدأ جلين تحس بحاجات غريبة جدا. وبنروح عند ادي وحبيبها وهما مع بعض في العربية، وبيجي الوحش وبيفضل يحوم حوالين العربية لحد لما الوحش بيقرر انه ياخد ادي، وفعلا بياخدها وبيمشي وبيربطها وبيرميها في العربية وسط الميتين. وبنشوفها وهي بتحاول تفك نفسها وبتنجح فعلا، ولما بتفك نفسها بتشوف كيرك اللي بنكتشف انه اخو صاحبتها، وبتحاول ادي هي وكيرك يخرجوا من العربية، وبيدوس كيرك زرار بالغلط فبتطلع حقيقة تدخل في دماغه وبتموته، وادي بتصرخ وبتخاف جدا وبتحاول تخرج من العربية بس برضه بتفشل، لحد لما بيرجع الوحش تاني العربية وبيشوف كيرك ميت وبيجيب سكينة وبتسلى عليه شوية. وبنروح عند المحقق داني وهو رايح عند جلين وبيعرف منها قصة ابنها اللي مات، وبتوريه الكف
وبتعرفه ان اللي بيلمسه بيشوف الوحش. بيقرر دان انه يمسك الكف وبيكون مفكر ان دي الطريقه اللي ممكن يعرف بيها مكان الوحش فعلا، وبيجيب دان قوات من الشرطه وبيروح فعلا وبيمسك ايد الوحش. واول ما بيمسك الايد، الايد بتطيره وبعدها بتقلبه في الارض وعيونه بتقلب بيضة. وبعد ما بيفوق بيكون متوتر جدا، بس بيكون عارف مكان الوحش فين بالظبط، وبعت القوات على مكانه وبيروح معاهم وبتبدا رحله صيد الوحش. وبيلاقوا عربيه الوحش ماشيه على الطريق وبيضربوا عليها نار، بس كل الرصاص كان بيرد فيهم تاني وبيموت نصهم بسبب ان العربيه مش بتتاثر بالرصاص. هو عربيات الشرطه بتتقلب وبيهجم الوحش على داني، وداني بيحاول يموته بالرصاص بس الوحش مش بيموت وبيقدر يموت داني. وبيرجع الوحش على العربيه وادي بتعمل نفسها ميته على اساس الوحش مش هياخد باله منها اصلا، بس الوحش بيطلعها من وسطهم وبيهجم عليها. بس ادي بتشغل الفخوخ الموجوده في العربيه وبتدوس على نفس الزرار اللي كيرك داس عليه قبل ما يموت، وبتطلع الحديده وبتدخل في دماغ الوحش. هو مش بيموت بس بيتضرر، والضرر ده بيخليه يتعطل، وبتقدر ادي انها تهرب من العربيه. وطبعا الوحش مش هيسيبها وبيطلع يجري وراها، ولما بيحاول يطير مش بيعرف بسبب النار اللي ضربها عليه داني قبل ما يموت، فبتطمن ادي شويه وبتجري والوحش بيفضل يجري وراها لحد لما بيجي واحد بعربيه نقل كبيره بيخبطه بالغلط وادي بتهرب. والراجل بينزل يشوف هو خبط ايه، بس طبعا الله يرحمه يا ريته ما نزل. وبيكمل الوحش مطارده في ادي لحد لما بيوصل عند كف ايده، لما بيشوفه بينهار وبيمسك الكف بيدمره، وبعدها بينهار اكتر وبيصرخ لحد لما بيختفي. وبكده بيكون ال 23 يوم بتوعه خلصوا، وبترجع ادي تاني عند حبيبها، ودي بتكون اول شخص يفلت من ايد الوحش. واكيد لو الوحش نزل تاني بعد 23 سنه مش هيرحمها. وبعدها بنشوف تريشا اللي كانت معانا في الجزء الاول وهي بتحضر الانتقام لموت اخوها على ايد الوحش، وده معناه ان في جزء رابع كلنا مستنينه، لان الجزء الثالث ما كانش قد كده الصراحه. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان روح اتفرج على افلام زومبي وافلام اكل لحوم بشر وملخصات رعب رايقه، هتلاقي الرابط بتاعها تحت في الوصف، روح اتفرج وقول له رايك. ما تنساش تعمل لايك بقى عشان ايه، عايزين الفيديو ده يطلع فوق. اشوفك في الفيديو الجاي، يلا سلام. دنيا تهيل حلق لفعة تروم تنزل تعبنا وصلنا فوق. دنيا تهيل حلق لفعة تروم تنزل تعبنا وصلنا فوق.